مرحبا بالمشاهدين مع جديد اخبار المسلسلات التركية. ايقاف مسلسل. اتخذت شركة ام اف للانتاج وقناة فوكس القرار بايقاف مسلسل جول جمال نظرا لنسب المشاهدة الضعيفة التي تعود عليهم بايرادات مالية قليلة جدا لا تغطي تكلفة ميزانية المسلسل الضخمة، ولذلك اتخذ القرار بانهاء المسلسل على الفور تجنبا للخسائر. وبهذا القرار سوف يودع مسلسل جول جمال المشاهدين عند الحلقة العاشرة، أي أنه لم يتبقى سوى حلقتين على نهاية المسلسل. من هو كاتب مسلسل الرسبولت إنملي الجديد؟ تم إعطاء الكاتب حرار إيبو أولو مهمة كتابة مسلسل غدار بطولة الرسبولت إنملي. ومن نجوم المسلسل أيضا هو الممثل أيتاش أشون والممثل أوريال ديران. ومن المسلسلات السابقة التي كتبها الكاتب حرار هو مسلسل ابني والهارب والسيدة ديلا. ومع آخر المستجدات من كواليس الدراما الرقمية من أتى ومن ذهب بطولة سيريناي سيريكايا ومتين أكدولغار، انضم إلى بطولة المسلسل المشتركة الممثل أحمد رفعت شونغار. ومن كواليس مسلسل غريبان بطولة هاندي إرتشال وبوراك دينيز انضمت إلى الطاقم كضيفة شرف الممثلة غونجا، كما وشاركت الممثلة هاندي هذا الفيديو من الكواليس. İnanamıyorsun bak. Sen anlamıyorsun. Arkadaşlar baksana bu kadar da hazırlayın şimdi. Bak, bekle. Az sonra المسلسل الجديد العروس الباكية. تستعد الشركة المنتجة لمسلسل طيور النار والراية والمؤسس عثمان وهي شركة بوزدا فيلم للإنتاج لإنتاج مسلسل درامي جديد بعنوان العروس الباكية، والمسلسل سوف يكون مخصص لقناة تيرتابير. وقصة المسلسل باختصار عن الحياة التراجيدية ليشيل وياسين، وهذه القصة من كتابة عائشة ونهير أصحاب المسلسلات الشهيرة مثل مسلسل طيور النار واشرح أيها البحر الأسود. وسوف ينطلق تصوير هذه الدراما الجديدة في شهر سبتمبر القادم ليعرض في شهر أكتوبر القادم على قناة تيرتابير. انسحاب من طاقم مسلسل الطائر الرفراف. ومع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من مسلسل الطائر الرفراف، نشر كاتب المسلسل وهو محمد برش رسالة وداعية لمحبي المسلسل، ومختصر الرسالة بأنه لن يكون ضمن طاقم كاتب الموسم الثاني من مسلسل الطائر الرفراف والذي سيعرض في شهر سبتمبر القادم، أي بعد 3 أشهر من الآن. انسحاب من مسلسل المؤسس عثمان. قررت الممثلة يلدز تشاري الانسحاب من طاقم مسلسل المؤسس عثمان، حيث آخر ظهور لها في المسلسل سوف يكون في الحلقة الختامية للموسم الرابع وهي الحلقة 130. عودة الممثلة بيرين سات في مسلسل جديد. أعلنت الصحفية التركية الموثوقة أويا دوان بأن الممثلة بيران سات قد اتفقت على بطولة مسلسل جديد، وقريبا سوف يعلن عن اسم الممثل الذي سوف يشاركها البطولة، والمسلسل سوف يكون رقمي لصالح أحد المنصات الرقمية. موعد مسلسل ماغورسيس. وفي شهر أغسطس القادم سوف يتوفر المسلسل الرقمي ماغورسيس، وهو من بطولة تشالار أرطغرل ومروة دزدار. وقصة المسلسل عن مواجهة عائلة للغرباء الذين يحاولون السيطرة على أراضيهم المنتجة للفواكه. جديد الممثلة ديمت أفغار. أكدت الممثلة ديمت بأنها سوف تعود تدريجيا إلى الشاشة. أولا سوف تعود من خلال فيلم سينمائي، ومن ثم سوف تعود في بطولة مسلسل جديد، ذلك وعلى حسب جودة السيناريوهات التي تقدم لها وعلى حسب سيناريو المسلسل، فيما إذا كان ممتاز حينها سوف تعود إلى الشاشة من خلال مسلسل مميز.
منصة ديزني بلس في مأزق مالي. كشف عن السبب وراء تأجيل مسلسل هاندي إرتشال الرقمي، ومن كان سيشاركها في البطولة هو الممثل طارق أمير. كما وتم تأجيل مسلسل خالد أرجنش الثاني لصالح منصة ديزني بلس، والسبب هو ميزانية المسلسلات التي فاقت قدرة المنصة في تركيا. وعلى أساس هذه المشكلة تم تأجيل تصوير المسلسلات حتى أن يجدوا حلاً. المسلسل الجديد فتيات الدهان، وهو مسلسل رقمي جديد من بطولة صبحات كوماش ويامور أون وأزلام. وقصة المسلسل تركز على فتيات يعملن في مهنة طلاء المنازل، وكيف يكسبوا لقمة عيشهم من وراء مهنتهم التي لطالما عرفت وكانت حصرا على الذكور. واحتفلت إدارة قناة التركية مع طاقم المسلسل الصيفي لن أعطي يديك الغرباء بمناسبة قرب انطلاق عرض المسلسل على شاشة قناة التركية. وعن الممثلة مروة دنر، كشفت من خلال حفل شركة القمر بأنها قد انتهت من تصوير موسمين من مسلسل الطموح الأعمى، ولكن لا تعلم فيما إذا كان هنالك أيضا موسم رابع من المسلسل. وعن الممثلة مليكة إبك، قالت بأنه سوف تكون على استعداد للانضمام إلى طاقم مسلسل جديد مخصص لموسم المسلسلات الجديدة، ألا وهو شهر سبتمبر. وعن الممثلة هازار أورغوتشلو، قالت بأن العروض التي وافقت عليها حتى الآن هو فيلم سينمائي بجانب مسرحية، أما وعن عروض المسلسلات فلم تتخذ قرارها النهائي فيما إذا كانت ستعود بمسلسل تلفزيوني أو لا، حيث لا يوجد عرض مسلسل مقتنعة به. ترويج ضخم لمسلسل الممثلة. قامت منصة ديزني بلس بضخ إعلانات مسلسل الممثلة على الكثير من القنوات العربية مثل قناة زي ألوان وقناة دبي وغيرها من القنوات. عرضوا إعلانات مسلسل الممثلة للترويج للمسلسل والمنصة. يذكر أن مسلسل الممثلة أيضا متاح للعالم عبر منصة هولو. انضمام ممثلة إلى مسلسل صيفي. مسلسل أغنية الصيف، وهو مسلسل صيفي سيعرض في شهر يوليو على قناة فوكس التركية، وهو من بطولة نيلسو برفين أكتاش ومصطفى مارتكوتش وإفيكان جان. وانضمت إلى الطاقم الممثلة زهرة يلماز. ولمعرفة قصة المسلسل شاهدوا هذا الفيديو المرفق في صندوق الوصف. وهذه أول صورة تجمع أبطال المسلسل الصيفي الجديد إشراقة بطولة كرام بورسين وحفصة نور سانجاك توتان من حفل شركة القمر للإنتاج وبالتعاون مع إدارة الجوائز العالمية إيمي أوردز.